قبل ما نبدأ الفيديو، ما ننسوش الدعاء لأخواتنا في فلسطين ونعاونهم في نشر القضية، على خاطر بالحصار اللي هما فيه توا العالم بدأ بشوية بشوية ينساهم، عدا ما ننسوا هما شحنا. من غير ما نطول أكثر، خلونا نبدأ بالفيديو. في الجزء الأولاني عملنا 5 فولتس، توا باش نكملوا الخمسة اللي بعدهم. باش نبدأ بالتو هاندز فولت. المومو هذي كما المومو اللي قبلها بالضبط، أما حاجة واحدة، في عود ما تحط يد وساقت ولا تحط زوز يدين إيزي تذكي برا. حقا نسيت باش نقول حاجه، الردبيره اللي تعملها مستويه سينون باش تولي مومو اخرى اللي اسمها تسوتشا ولا كينغ كونغ، كل واحد كيفاش يسميها. دونك لازمك تكون معاول شوي. اوكي نايس. اي بعد جيم بعدها الليزي فولت. الموفمون هذية من أسهل الموفمون الموجودين في الباركور، وهذية هو اللي خلانا نعملوها من جهتين، من جهة من غاديكا مش تشوفوها انتم كيفاش، ومن جهة اللي من هنا مش نصعبوها على رواحنا شوي على خاطرها من هنا أعلى من غاديكا. مش من حد شيء قلتلك جهة عالية خاطرها برسمي عالية. عاودها لحظة، برا عاودها، هاني جاي معاك. نتعدوا للمضمون اللي بعدها اللي هي تيرن فولت. جايت اما وين؟ هنا وين؟ ولهنا عرضتنا مشكله، انه لازم يكون فما حرف تحت السور بالضبط باش نقفوا عليه كي نكملوا المضمون. على ذكر ستنا نبدلوا البلاصه باش نوصلوا نصوروا المضمون هذا. وتوا نوصلوا للريفرس فولت، ولهنا نجمو تشلقوا اللي الضرب بدا يكسح شوية. لو حتى من ادم زعما تكب على وجهه، اما ادم كانك تتفرج في الفيديو توا رد بالك نهار تزلق ولا تطيح وتكسر الماتريال، راني نكسر لك كرايمك. وتوا نوصلوا لاخر واحدة اللي هي سبيد فولت. سبيد فولت توا انت باش تمشي تجري، اي باش تعملها بيدك اهو. اوكي ايزي شدك برا ما جست حاجة واحدة، رد بالك ماك باش تحط يدك اهو، دونك هذيك السيكوريتي الوحيدة اللي كنتي باش ما تطيحش. رد بالك اللي تحطها القدام الحرف ولا التاني من الحرف، لازمك تعرف تقمر مليح. أشدك هذا. تفضل لي. أيوة. برو اسمه سبيد فولت. ليزي فولت. بالضبط كما قلت اسمه سبيد فولت مش ليزي فولت. شبيك ليزي؟ بيك اجري. اسمها سبيد صحيت، ولو انه ماشي سبيد كيفاش يقولوها؟ كيفاش يقولوها؟ ماشي اكستريم بالضبط.
ميس بيد بزو معناه فهمتني لم بقاجك ما نجمش نكمل الفيديو من غير ما نترحم على شهدائنا في فلسطين ونذكركم باش تدعوا لهم وتشاركوا القضيه خاطر ما دامنا احنا ما نسيناهمش ما دام ما هما ما همش نجموا يغلبوهم تحيه فلسطين عاصمتها القدس